بحبك قوي يا عبير. انا مش مصدقه نفسي ان احنا اتجوزنا. ايوه عبير، بس زي ما اتفقنا الورقتين هيفضلوا معايا انا. ماشي ماشي ماشي. بقول لك ايه، اقف قدام المحل ده والنبي عشان نجيب حاجات لزوم السهر. ماشي يا عبير. يا عم يا عم يا عم، ايه ده الراجل عالنبي؟ والنبي يا زميلي هندلدلك السبت تحط لنا فيه الطلبات المكتوبه في الورق. هتلاقي ورقه الطلبات موجوده في السبت. ما تخلي. طب يا باشا قدها يا زميلي، ما نستغناش عنك انت يا عبير. ماشي يا اخوي. بتطير ومش بتطير. اكتمها يا بنت، انا مش عايز اسمع صوتك. قال على راي المثل، تاك دي بتطير يطلع قطه في السرير. انا قلت لك يا عبير بمر بوعكه نفسيه. وانا ايه اللي يجبرني على كده؟ انا سبت ولي احتياجاتي. معلش بكره يبقى احلى. بكره ايه؟ لا يا حبيبي مفيش بكره، لما ممكن يبقى في النهارده. على فكره عيب اللي بتقولي ده يا عبير، انا برضك الراجل العنابي. بقول لك ايه يا عنابي، ما بنت لبيتك يا حبيبي خلاص، انا اروح البيت وانت تبعت لي شهريتي. لو ما بعتش يا حبيبي هطلع وافضحك واقول ان احنا متجوزين عرفي. لا ومش بعيد كمان يا اخويا انزل الشغل وشوف بقى لما مرات العنابي تشتغل كده. سلام يا دكر. والسلام عليكم ورحمه الله. الشرطي والشرناطي انا هديهم صوتي. 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 هذه اخرة المشي ورا العيال. اهدى بس اقعد عشان نعرف نتكلم. اهدى اهدى ازاي؟ ما هنتكلم في ايه؟ زفت العنابي بتاعك اللي انت جبتهولي عشان يسندني في الانتخابات هو اللي هيغرقني. كل يوم يا يجيلي سخان، يا يجيلي ملبوسه مش لابس حاجه خالص، يا يجيلي نايم. هو في ايه بالظبط؟ في ايه؟ هو فعلا ابتدى يهنج. ايه يهنج؟ ابتدى يفتح بقه ده لان بقاله فتره ما تعملوش صيانه. سيبولي يومين وانا هرجعه لك فابريكا زي ما استلمته. فابريكا ايه؟ طب طيرت جرايد. اقرا اقرا جورنال مكتوب فيه ايه. الراجل الشرطي شغال الله ينور، الشرناطي في الطالع، والعبد لله في النازل. عارف ليه؟ لان الداخليه وراها رجاله بجد، انما انا في ظهري شويه عيال. انت عمال تقول عيال كتير وانا ساكت، لو سمحت اتكلم معايا كويس. وليك عين ترد يا ولد، ليك عين ترد. انت تخلص خالص وتصرف دلوقتي وهات لي زفت العنابي ده عشان اتكلم معاه. ماشي ماشي، هبقى ادور لك عليه واجيبه لك. تدور عليه؟ وانت مش عارف هو فين ولا ايه؟ بكلمه ما بيردش عليا. هو انت مش همزه الوصل اللي بينا؟ اتصرف وهاته لي دلوقتي حالا يا استاذ همزه. همزه؟ انت خليت فيها همزه، ما انت عمال تتعامل معاه مباشره ونطرتني وعمالين تكلموا بعض من ورايا ولا كاني موجود. يا ده انت بتكلمني ليه كده زي ما اكون ضرتك؟ لا مش ضرتك، بس انا قلت لك مليون مره قبل كده وهقولها لك للمره المليون واحد. يا صريح بيه، لو اتعاملت مع العنابي من ورايا انا هفصل لك عنه الكهرباء ومش هتعرف تشغله منين لو اتنططت. ده انا افصل جثتك من راسك، ده انا افصلك انت واهلك كلهم من الدنيا، ده انا صارف عليه دم قلبي، ده انا دافع فيه لغايه دلوقتي مليون و200 الف جنيه. ايه حيلك حيلك، هما مليون بس اللي سحبتهم منك. انت مليون وهو خد 200. امتى حصل الكلام ده؟ الندوه الاولانيه. انت كمان بتدي له فلوس من ورايا؟ ما قلتليش ليه؟ طب بتفتح له محضر ولا ايه؟ ايه؟ ليك عين؟ اتصرف وهاتهولي من تحت تقطيع الارض، والا هدفنك انت وشعرك تحت تقطيع الارض. فاهم يا ابن فاطمه؟ ايه؟ ايه؟ هنفضل نلق في نفس الموضوع ساعتين؟ هو يومين كده هتلاقوه راجع. واحد بقاله 3 ايام غايب وما بيردش على تليفون. عايزنا ما نقلقش ازاي يعني؟ هو الموضوع مقلق يا بنتي، انا معاكي انه مقلق.
بس انا عارف اصلا انا عصفوه مزاج وهتلاقيه خد يومين ثلاثه بلبطه مع اصحابه البلطيم. بلطيم مين يابا؟ ما اصحابه متلقحين قدامك اهو. ايوه من ساعه هو برنامج صريح الفيل ده وهو اللي حلق لنا. ما انتوا اللي قلتوا معاه وقلتوا عليه خاين وجاسوس. ده حتى يا حبه عين امه الشقه الجديده اللي كان مأجرها صاحب الشقه طردوا منها. احنا اللي رميناه في الشارع. وبعدين يعني هو انا هعرفكم على عصفور؟ ده ما يعرفش اسرائيل من الايوبيه. اه لا لا عيب، انتوا قلتوا معاه. انا بكلمك انت كمان يابا. ما تاخديني بالقفه يا بت، ما تهدي شوي. وبكلمكم كلكم، بدل ما ناخده ونحضنه نرميه في الشارع. اهو صاحبه جه اهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كده برضو ضيعت مجهودي كله ورجعت للفلانه المعفنه اللي كنت بتلبسها. براحتك. اخرس. احنا فين ولا في ايه؟ بقولك يا دكتور، مفيش عندك اخبار عن عصفور؟ لا والله انا حتى عمال اكلمه وما بيردش عليا. احنا نفس الحكايه، انا طلعت السطح برضه لقيت اوضته مكركبه. ممكن يكون جه امبارح او اول خد حاجه ومشي تاني. طب ما ممكن يكون فوق السطح دلوقتي. احنا قاعدين من الصبح ما عداش قدامنا، هيطلع على السطح ازاي من غير ما نشوفه؟ ايه بيطير؟ ايه بيطير؟ لا هيطير ازاي يعني؟ هو الرجل العنابي ولا ايه؟ ده مجنون ولا ايه؟ اه مجنون، ده لسه في دلوقتي. اخرس. طيب انا همشي ولو شفتوه قولوا له ان انا سالت عليه، خليه يكلمني ضروري. بس الحقيقه انا قبل ما امشي بس كنت عايز اعتذر لعم هيصه قدامكم كلكم. على ايه يا ابني؟ على اللي حصل مني امبارح. انا فعلا يا عم هيصه كنت حمار قوي معاك. مش فاهم حاجه. ما تسامحش في حقك يابا، دي مش اول مره تحصل. هي ايه يا بنت؟ لا والله يا عم هيصه دي اول مره واخر مره هتحصل، ولو حصلت مني تاني اعمل فيها اللي انت عايزه. افهم، انا مش فاهم حاجه. جرايه يا عم هيصه، جرايه، ما تسامحه. الراجل واقف هيبكوا وهو واقف، ما تسامحه وتخلصنا. خلاص يابا بقى، انه سامح كريم، انت قلبك ابيض برضه. ايه قلبك كبير؟ انا مش فاهم حاجه. ده انا فهمت، ما تبقاش دماغك صارمه قديمه بقى. ما تقوموا في داهيه انتوا الاثنين، انا عايز كل اذا كان على اساس الصعب. المشكله مش فاهم حاجه يا عم هيصه. مش مهم تفهم، المهم ان انت سامحتني. شكرا يا عم هيصه. حاب اكلمك. ها المهم ان انت سامحته. واخد بيت الترامادول على اللي بياخدوا الترامادول. العيال المخدرة. الحمد لله على السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. معقول الرجل العنابي يخاف كده؟ يا عصفور مالك؟ ما بتردش عليا ليه؟ كان عندي كام حوار كده لا مؤاخذة بخلصهم يعني. طب تعالى اهو، تعالى. مالك يا عصفور؟ مش على بعضك ليه؟ ما انا زي الفل اهو يا دكتور. انت هتخليني مش على بعض ليه بس؟ لا اصل في ناس قالت لي كده انك ماشي اليومين دول مع بنت اسمها سحر. كذاب ورمة وزبالة اللي قالك كده. اسمها عبير. عبير؟ عبير احلى من سحر. قالوا لي كمان انهم شافوك قاعد معاها فوق عمود نور. كذاب ورمة وزبالة برضك اللي قالك كده. انا على طول باخدها فوق الموطة. ايوة خر خر بكل حاجة، خر يا خروف. جرايه يا دكتور، انت بتستدرجني بالكلام ولا ايه؟ انت يا حبيبي مستدرج لوحدك، مش مشكلة. انا عارف انك بتمر بظروف صعبة الايام دي، بس ده ما يخليكش تاخد فلوسي. مؤاخذة انا يا دكتور، الدماغ مش واصلة، مش حاطط ايدي على البلف. فلوس ايه اللي اخدتها؟ فين ال 100,000 بتوع يا عصفور؟ 100,000 جنيه بتوع ايه؟ انت مش خدت من صالح الفيل 200,000، يبقى انا ليا 100,000. طب ما انت كنت بتاخد منه فلوس قد كده على قلبك وبترمي لي انا فتافيت. هو اللي قال لك الكلام ده؟ عصفور انت مالكش غير، صالح الفيل ده تعبان عايز يوقعنا في بعض. شفت اول ما اتعاملت معاه من ورايا؟ خلاك تسرقني. لا لحد هنا يا دكتور وستوب. انا مش حرامي يا دكتور، ولو زودت تاني في الكلام هقول لك كل قرد ويلزم شجرته يا صاحبي. انت بتقول لي مين الكلام ده؟ بقول لك انت يا دكتور. لا مؤاخذة بقى انا عايز انام. شرفت يا دكتور. وانت من اهله يا زميلي.